برافو عليك. معناتها بعد النقطة نتاع الترجي التونسي اللي بالنسبة لي أنا قلت ترضينا، لكن صدقني بعد ما عودنا شفنا المباراة احنا ضيعنا زوز نقاط، لكن كان عندها امباكت تري بوزيتيف خاصة على المستوى الذهني للاعبين، وحتى في الدسكور نتاعنا معاهم بعد المباراة قلنا خسرنا زوز نقاط وعندنا سانك فينال يستناو فينا أهم مباراة، وحتى ممكن حطيت بريسيون بوزيتيف على اللاعبين، قلت لهم مباراة الموسم بالنسبة لنا احنا هذه اللي باش ترجعنا تزيد تحيينا أكثر في الكورس. وشفنا شيء هذا الترجم على الميدان بالرغم انه النادي الافريقي في بدايه المباراه معناتها ضغط وعمل لنا مشاكل، لكن نيتي سوليد في البلان ديفونسيف. قلنا زاد في البلان جو حذرنا انه سيت ماتش دو ترانزيسيون ما مشاتش، اول ترانزيسيون سجلنا هدف. الشوط الثاني تكلمنا مع اللاعبين انه يلزمنا اون ميتريز لابال اكثر كسوا على مستوى الهجمه المنظمه ولا التحولات. شفنا هذا الترجم، عملنا شوط ثاني ممتاز جدا بالنسبه لي نعتبره، سجلنا هدف ثاني وقبل حتى ما يسجل النادي الافريقي كنا قادرين نقتلوا المباراه، ما سجلناش. ضربه جزاء جات في وقت صعيب، دونك نشكر برشا اللاعبين على الفورس دو كاركتير، ونا با بانيكي، بقينا بيان اون بلاس، لعبنا دفعنا وقت يلزمنا ندافع وعملنا التحولات وقت لزمنا نعمل التحولات، سجلنا هدف ثالث. دونك جرون برافو للاعبين، الحمد لله اليوم اللي في كاسيتي حضرت وما عادش فما زيروات، اليوم راهو اللي عمل الفارق اللي في كاسيتي. احنا مباراة الترجي جاو وضعيات ومباريات اخرى، انا كنت في اتحاد المنستيري ضد النجم جاونا عديد الوضعيات كنا قادرين نسجلوا، كي ما نسجلوش نوليو مدربين دفاعيين، كي نسجلوا نوليو مدربين هجوميين. مش صحيح المدرب التونسي راهو مدرب كفء وراو قادر يتأقلم مع كل الوضعيات، المهم يلزمنا نعرف ونشوفه. شوف تحب تحكم على مدرب تونسي ولا غيره، شوفوا في اي مباراه قداش يوصل مناطق الخصم، قداش يوصل بكره حيه، وقداش المنافس يوصل له. ما تشوفش الاهداف، لانه الاهداف مربوطه بالكاليتي جوار بالبريزونس مونتال، وزاده فما منافس. الحمد لله انا نقول اليوم ان شاء الله لو فري دي كليك اليوم بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي، بدات البطوله نتاعو اليوم، وكما قلناها من اول نهار استلمنا النادي الرياضي الصفاقسي منكملوا الدوري بحول الله الا والنادي الرياضي الصفاقسي في الموقع وفي المركز اللي يستحق واللي يلزم يكون فيه.